Hallo Medelwan, wie geht's euch? Ich bin Frau Sara, eure Deutschlehrerin. Heute erkläre ich euch Lektion 4. Simon liebt Informatik. أهلا بكم Medelwan. أنا Frau Sara. النهاردة هنشرح مع بعض Lektion 4. Simon liebt Informatik. يعني Simon يحب الكمبيوتر ساينس. هنبدأ سوا بالدي جراماتيك. أول حاجة الفيرب كونيوجاتسيون، تصريف الأفعال. عندنا اول فيرب، فيرب فيندن. فيندن يعني تو فايند، هتبقى ايش فيند، دو فيندست، اي او اس و زي فيندت، فيا فيندن، ايا فيندت، زي و زي فيندن. هنلاحظ مع دو حطينا اي قبل ما نضيف نهاية الفعل مع دو الاس تي، ليه؟ عشان الفعل بينتهي بالدي، يبقى الفعل لو بينتهي بدي او تي بنحط ايه قبل ما نضيف الاس تي مع بيرسونال برونومين دو. كده عندنا فيرب هابن، فيرب هابن تو هاف، ايش هابه، دو هاست، اي او اس و زي هات، فيا هابن، ايا هابت، زي و زي هابن. كده عندنا فيرب شبغيشن، فيرب شبغيشن يعني تو سبيك، ايش شبغيشه، دو شبغيشس، اي او اس و زي شبغيشت، فيا شبغيشن، ايا شبغيشت، زي وزي جبغشن. انتفورتم الدخ يعني الاجابه بدخ. احنا عارفين الياء وده ناين فراجه، لما بسال ببدا السؤال بالفيرب نفسه، زي هنا جبغشت زيمون جود انجلش، يعني هل زيمون بيتكلم انجلش كويس، فاحنا هنا بدانا السؤال بالفيرب جبغشن، فلما جينا نجاوب عندنا ياء وده ناين، بنجاوب يا او ناين. يا زيمون شبغيش تجود انجلش، يعني ايوه زيمون بيتكلم انجلش كويس، او ناين زيمون شبغيش نيش تجود انجلش، يعني زيمون مش بيتكلم انجلش كويس. طيب احنا لو سألنا بقى نفس السؤال ده بس بصيغة منفية، فسألنا قلنا شبغيش تزيمون نيش تجود انجلش، يعني هل زيمون بيتكلم، بتتقالي هو زيمون ما بيتكلمش انجلش كويس، فالاجابه بتكون بدخ وداناي مش يا وداناي. يعني السؤال لما بيكون منفي بنشت او كاين او كاينه، المهم السؤال يكون منفي، بجاوب بدخ وداناي. طيب دخ بجاوب امتى؟ بجاوب بيها لما اكون متاكده من اللي في السؤال، بكون متاكده من المعلومه دي جدا، بكون متاكده دلوقتي ان زيمون بيتكلم انجليش كويس، فوقتها بقول دخ. فهقول لو السؤال بيقول شبغيش تزيمون نيش تجود انجليش، فهقول دخ زيمون شبغيش تجود انجليش، لو بلا زيمون بيتكلم انجليش كويس، او هقول ناين زيمون شبغيش نيش تجود انجليش، يعني لا زيمون مش بيتكلم انجليش كويس. يبقى احنا هنلاقي ان في الفرق السؤال، ان السؤال اللي اجابته دخ بيكون منفي بنيشت او كاين او كاينه، لكن فرق الاجابه لو انا متاكده منها والسؤال منفي بيكون دخ. طب لو انا مش متاكده بيبقى السؤال بناين، لو المعلومه دي غلط فبكون الاجابه بناين، شبه لما بجاوب في السؤال الاول بيا او ده ناين فراجه، برضو بتكون نفس الاجابه ناين زي منش بغيش نيش تجود انجلش. عندنا بريبوزيسيون ام بلوس فوخن تاجه، يعني ايه بريبوزيسيون ام بلوس فوخن تاجه؟ يعني عندنا الفوخن تاجه اللي هي ايام الاسبوع، لازم لما اجي اتكلم على ايام الاسبوع لازم قبليها احط حرف الجر ام. ايه هي الفوخن تاجه؟ عندنا زامستاج اللي هو السبت، زونتاج الاحد، مونتاج الاثنين، دينستاج الثلاث، ميدفوخ الاربع، دوناستاج الخميس، فرايتاج الجمعه. لما اجي اتكلم لازم احط قبليهم عليهم، لازم احط قبليهم بريبوزيسيون ام. يعني عندنا هنا فاس هاس دو ام مونتاج، يعني انت عندك ايه ام مونتاج؟ يعني يوم الاثنين. هيقول ام مونتاج هابي ايش تياتا، يعني هو عنده يوم الاثنين مسرح. يبقى احنا زي ما شفنا في البايشبيل ده اللي احنا لازم قبل الفوخن تاجه نحط ام بريبوزيسيون ام. لكتسيون فيها زيمون ليبت انفورماتيك، زي ما احنا عرفنا ان زيمون ليبت انفورماتيك يعني زيمون بيحب الكمبيوتر ساينس. عندنا تفاي بيلد، عندنا صورتين، اول صوره انفورماتيك فيند ايشتال، يعني هو الكمبيوتر ساينس بيشوف ان هو حلو جدا، والصوره الثانيه او ناينز فاي ستوندن سبورت، يعني للاسف ساعتين رياضه. عندنا هنا الشتوندن بلان بتاعت زيمون اللي هو التايم تيبل. عندنا مونتاج يوم الاثنين، عنده فرانزوزش اللي هو الفرنش، موزيك دويتش، دويتش جيششتا اللي هو التاريخ، جيوغرافي اللي هو الجغرافيا، انجليش
كونست اللي هو الارت الرسم. بعد كده عندنا دينس تاج يوم الثلاث، عنده فرنزوزش فرنش فيزيك اللي هو فيزياء دويتش بيولوجي جيوغرافي ماتيماتيك اللي هو الماس. كده الميد فوخ يوم الاربع عنده انفورماتيك الكمبيوتر ساينس، بعد كده عنده ماتيماتيك الماس، بعد كده عنده سبورت، بعد كده عنده جيشيشتا اللي هو التاريخ، بعد كده عنده انجليش، بعد كده عنده ريليجيون اللي هو الدين، وبعد كده عنده الدوناستاج يوم الخميس ماتيماتيك فرانزوزيش فيزيك دويتش موزيك. فرايتاج يوم الجمعة عنده بيولوجي كونست انجليش ريليجيون فرانزوزيش. احنا كده عارفين الاسبوع في المانيا بيبدأ من يوم المونتاج يوم الاثنين وبينتهي الفرايتاج يوم الجمعة. الزامستاج وزونتاج بيكونوا اجازة. بعد كده عندنا نوما تسفاي جغايب داينين شتوندن بلان، عايزنا نكتب احنا الجدول بتاعنا، جايب لك الايام المونتاج والدينستاج والمدفخ والدوناستاج والفرايتاج، انت تكتب كل يوم انت عندك ايه في جدولك في المدرسة، وجايب تحت كاتب زيمون هات، يعني زيمون عنده وعنده مثلا زيمون هات فرانزوزيش ام مونتاج، زيمون هات دويتش ام دينستاج هكذا، وايه كاتب تحت زيمون هات فاي شتوندر، يعني عنده ساعتين من مادة ايه، يعني عنده مثلا يوم المونتاج عنده دويتش ساعة وساعة، يبقى زيمون هات فاي شتوندن دويتش ام مونتاج. الناحية التانية لما نيجي احنا نتكلم نقول ايش اوخ، يعني انا ايضا، او ايش نيشت انا لا، ايش هابه وتقول اللي عندك كده، ممكن تقول ايش هابه اين شتوند، يعني انا عندي ساعة، او دغاي شتوندن ساعتين، وتقول الفشر المواد اللي عندك. عندنا نوما دغاي في في فيندت زيمون زاين فيشا، يعني زيمون بيشوف المواد بتاعته عاملة ازاي. عندنا التابل اللي فوق الحاجات الإيجابية تول انتريسانت كول، دي الحاجات اللي هو بيحبها. طب الحاجات اللي هي اوكي مش بيحبها ومش بيكرهها تبقى اوكي جانس جود. بعد كده الحاجات اللي هو مش بيحبها الحاجات السلبية توتال بلود لانج فايلش دوف، اللي هي حاجات غبية بالنسبة له. فاحنا عندنا هنا السؤال الباي شبيل بيقول في فيندت زيمون شبورت، يعني ازاي زيمون بيشوف الرياضة. شبورت فيندت ايه، هو بيشوف الرياضة بقى تول انترسانت اوكي لانج فايلش، على حسب هو بيشوفها ازاي. ده هو التدريب على فيرب فيندن اللي اخدناه في الجراماتيك. فيرب فيندن عندنا هنا ايش فيندد وفيندست ايه وزي فيندت فيا فيندن ايه فيندد زي فيندن. وبعد كده بعد كده احنا هنقول مثلا ايش فيند ايش فيند دويتش تول ايش فيند دويتش دويتش انترسانت، ممكن اقول ايش فيند فرانزوزش لانج فايلش، وكل واحد يقول بقى هو شايف الفيشر بتاعته عامله ازاي. بعد كده عندنا نوما فيا بي ماخت اين كيتن يوبنج، يعني لعبة اعمل لعبة التسلسل. اللعبة دي عبارة عن ايه، يعني حد بيسأل سؤال وانا اجاوب واكمل زي ما هو ما سأل. فمثلا بيقول في فيندست دو شبورت، انت شايف الرياضة ازاي، فقال شبورت فيند ايش كول، الرياضة هو بيشوفها كول. وهنا اخدنا بالنا في البايشبيل ده هو حط الاوبيكت اللي هو الاكوزاتيف، حط نوما اينس الشبورت كده الفيرب نوما تزفاي، وبعد كده الدوبيكت نوما تغاي شبورت فيند ايش كول. بعد كده عمل اللعبة ديت وقال في في فيندس دو ماتيماتيك، انت شايف ازاي الماس، فقال ماتيماتيك فيند ايش توتال بلود، هو شايفها وحشة جدا، ويكمل هكذا. دي كده الحاجات المهمة في صفحة اين اين وند تغايسش. بعد كده عندنا نوما اخت ديالوج بين ولد اسمه نيكو ولد اسمه ديمون وبنت اسمها لورا. نيكو بيقول انجلش تياتر جروب فيندس دو داس انترسانت، يعني في جروب مسرح بالانجلش، انت شايف ان ده انترسانت شيق ليك يعني. فديمون هيقول ناين داس فيندي ايش نيشت، لا انا مش شايف ان هو هيكون ليا شيق او ممتع. فنيكو هيقول له فاغوم ليه، شبغيش دو نيشت زو جود انجلش، مش انت بتتكلم انجلش كويس. فزيمون هيقول دخ بالطبع وبيتكلم كويس، دخ ابا ايش شبيل نيشت جيرن تياتر، لكن هو مش بيلعب مسرح كويس، مش عارف يمثل على المسرح كويس. فنيكو هيقول ناين تياتر فيند ايش
فيندش كول، يعني هو شايف ان التياتر لا هو شايفه حلو جدا بالنسبة لنيكو، ابا انجلش بو، لكن الانجليش لا هو مش بيحبه. فتزيمو يقول له اخ انجلش از دوخ انفاخ، يعني الانجليش ده بالنسبة له سهل جدا. فنيكو هيقول له فيندس دو فيرج فيركليش، بجد فيركليش يعني ريلي شايفه كده فعلا. فلورا هتقول فوات زيمون است انجلش شون ايه انفاخ، يعني بالنسبة لزيمون الانجليش سهل. زيمون زفاتا كومت اوس انجلاند اون زيمون شبيغيش تزيا جود انجلش، يعني بالنسبة لزيمون الانجليش سهل جدا عشان باباه جاي من انجلترا وهو بيتكلم انجليش كويس جدا. فنيكو الاخ بعد كده نوما اخت بي انتوفورت دي فراجن، يعني جاوب على الاسئله. بيدربنا على الانتوفورت متيا وده ناين وده دوخ. بعد اول سؤال بيقول فندت زيمون دي تياتا جروب انترسانت، هو مجاوب قال ناين. كده نوما تواي شبغيش تزيمون نيش تو جود انجلش، يعني هو هل زيمون ما بيتكلم انجلش كويس؟ فاحنا هنقول دوخ ما بيتكلمش انجلش كويس، احنا هنقول دوخ زيمون شبغيش جود انجلش، زيمون بيتكلم انجلش كويس، فهنقول دوخ. كده شبلت زيمون نيش تجيرني تياتا، هو ما بيلعبش كويس مسرح، ناين هنقول ناين هو ما بيلعبش مسرح كويس. كده نوما فيا فندت نيكو تياتر جود، نيكو شايف ان التياتر حلو فهنقول يا عشان نيكو بيحب التياتر. بعد كده نوما فنف ليبت نيكو انجلش، يعني نيكو بيحب الانجليش، هنقول ناين عشان هو قال انجلش بالنسبة له مش كويس، ناين. كده كومت زيمون زفاتا نيشت اوز انجلاند، هنقول دوخ، دوخ يعني بلا هو بابا جاي من انجلاند. بعد كده عندنا التابيلة دي انتوفورت مت دوخ، جايب باي شبيل شبغيش تزيمون جود انجلش يا او دا ناين، او لو قلنا شبغيش تزيمون نيش تو جود انجلش هتبقى دوخ او دا ناين. عندنا نوما تسين بي شبيل ديالوج، يعني نلعب ديالوج. هو هنا بيدربنا على فيرب شبغيشن والدوخ يا او دا ناين او دا دوخ. عندنا ايش شبغيش تزيا جود مثلا دويتش، انا بتكلم دويتش كويس جدا. شبغيش دو نيشت، بتتكلم انت كويس جود دويتش مثلا. فاحنا ممكن نجاوب نقول دوخ ناتورلش، يعني ايوه بالطبع بيتكلم كويس. او ناين نيشت زو جود، مش كويس قوي. او ناين كاين فورت، يعني كاين فورت يعني ولا كلمة. وكاتب لنا فيرب شبغيشن. بعد كده عندنا نوما الف جايب كايل فاس هاد زيمون ام مونتاج ام دينستاج، هو هنا بيدربنا على بريبوزيسيون ام بلوس الفوغن تاج. احنا عرفنا ان الويك داي ايام الاسبوع بيبقى قبليها بريبوزيسيون ام. عندنا مثلا ام مونتاج هاد زيمون تشفيمن، احنا بقى نقول ايش هابا ام ايش هابا ام دينستاج انفورماتيك ايش هابا دويتش ام مدوخ وهكذا. داس ist alles für Lektion ديمو لبت انفورماتيك تشوس.